لو سمحتي ده ممكن تخبي الحاجات اللي في ايدك دي؟ احنا مش ناقصين. مش ناقصه ايه حضرتك؟ وجع دماغ. المفروض الحاجات تتحط في كيس اسود. انا مش شاريه خمور عشان اشيلها في كيس اسود. مفاجاه مش كده؟ ماما انت ايه اللي جابك هنا؟ لقيت نفسي جنبك، قلت اجيلك قبل ما اعدي على خالتك، وقلتي لي انك في الصيدليه، قلت اعدي عليكي ناخدك ونطلع سوا. لقيتي نفسك جنبي ولا انت كنتي جنبي عشان تكبسي عليا؟ مش هتبطلي اسلوب المخابرات بتاعك ده بقى؟ حضرتك مامتها؟ كويس انك جيتي، يمكن لما تسمعها منك تقتنع. في ايه هنا؟ تقتنع بايه؟ باللي في ايديها ده. ايه اللي في ايدي كده؟ ماما هحاسب ونطلع نتكلم فوق. تعالي. ايه اللي في ايدي كده؟ ايه ده؟ بنطقي؟ ده لا اسكت الله لك حسا يعني. وانت ايه اللي حشرك اصلا؟ لازم اتحشر. لما الموضوع يجي عند بنتي يبقى اتحشر ونص. تتحشر في ايه؟ وعملتي ايه لبنتها؟ ما عملتش حاجه، انا هفهمك. ما تقولي لماما ولا انت عامله فيها برم عليا انا بس. وفي الاخر مش قايله لامك انت بتجيبي ايه ولا رايحه فين. في ايه يا ست انت؟ ما تتكلمي مع بنتي كويس. هو في ايه؟ هيبقى انت وبنتك عليا؟ بنتك اللي مش عايزه حتى تحط البتاع اللي في ايديها ده في كيس اسود بدل الهم ده كله. ايه الزفت اللي في ايديكي ده؟ وريني. يا ماما هفهمك، اهدي بس. وقفي زكري. يا نهار اسود، يا نهار اسود. وانا عندي طفله ما ينفعش تشوف الحاجات دي. قال ايه الوقفي الزكري ده يا ابني؟ كوندوم يا حاج.